الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كنرحب بجميع الحضور، لم الإخوان في الصحافة أو كافة مكونات فريق الجيش الملكي، لم قدماء اللاعبين، لم بعد أنصار فريق الجيش الملكي، خصوصا بعض أعضاء بطرس عسكري الرضا. اليوم كنشهد حدوث واحد سابقة إيجابية في تاريخ المجموعة. هي واحد السابقة كتمثل أول خروج إعلامي للمجموعة من طرف المجموعة عن طريق هذه المجموعة. خروج إعلامي يتأثر لعدة اعتبارات وبعد مجموعة من الخطوات النضالية اللي قمنا بها كمجموعة واللي كتضحي بالسياسة السيرية لفريق الجيش الملكي وهو فريق مغفور له الحسن الثاني. فالذي كان يجدل عاقلا في مسلمة مفادها أن فريق الجيش الملكي وعلى مدى 11 سنة عاش واحد الفارق مبهر بغض النظر على المستوى الهزيل للنتائج، فالفريق العسكري عاش فارق سيري وفارق رياضي أيضا. وبالتالي ذاك الهرم الرياضي تحول من فريق مرجعي على الساحة الوطنية وإفريقية ومن فريق ذو زعامة يضرب به المثل في التسيير إلى فريق شبه هاوي همه الواحد والصراع من أجل البقاء في قسم الأضواء من خلال انتدابات فاشلة لمئات اللاعبين وعشرات من المدربين لطيلات عقد من الزمن. إلى من زاد الطين بلة هو الإخفاقات المتتالية اللي عرفها الزعيم في الأربع سنوات الأخيرة وبعد تقلد السيد أبو بكر القيوني مسؤولية قيادة الفريق كرئيس المنتدبين له. هالشي كامل هو نبذة مختصرة لما يلي، الهدف منها هو توضيح موضوع الندوة وكذا طرح بعض مشاكل الفريق المرجو حلها عن طريق هذه الأخيرة. على العموم غادي نخلي الكلمة للإخوان لتوضيح وجهة نظر المجموعة وكذلك سيد حمدي لايد فريق الجيش الملكي سابقا، ومباشرة غادي نفتحوا الباب أمام أسئلة الصحافة. نبداو بالأخ وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة كتجي من بعد واحد 11 سنة إيجاب اللي للأسف حولت نادي الجيش الملكي من نادي ذو مرجعية كبيرة ونادي يضرب المثل فلا من ناحية السير لا من ناحية ديال الإنجازات الرياضية على مستوى جميع الفروع لا في المستوى الوطني ولا في المحافل القارية والدولية. نادي الجيش الملكي حاليا تحول من نادي اللي كان يمكن كل موسم على الأقل يحقق الوصافة إلى نادي عادي مغمور يصارع من أجل البقاء. فيمكن هاد 11 سنة الأخيرة بالإضافة لهاد السنة هذه واللي منذ آخر لقب ديال البطولة مع المرحوم مصطفى مديح يمكن ما تحققت حتى شي حاجة من غير فضائح من غير إنجازات سلبية، بحيث أن فريق الجيش الملكي منذ 2008 مشان تعاقبوا عليه أكبر عدد من المدربين على المستوى العالمي. كنلقاو مثلا ما بين 2015 ل 2019 دوزنا 8 ديال المدربين. اننا وصلنا لمرحله ديال كنديروا الي بمدرب وريتو بمدرب واحد اخر، ودخلنا في واحد الحلقه ديال كنجيبوا مدرب جديد كنديروا واحد البدايه متعثره كنصيفطوا المدرب كنجيبوا مدرب مؤقت اللي كيحقق واحد النتائج اللي يمكن يفتخر بها غير نادي عادي ماشي نادي بحجم نادي الجيش الملكي، كيدير دوك النتائج كيعجبهم الحال كنكونفيرميو المدرب كنبداو عاوتاني الحلقه ديال استعدادات الموسم كيبان كلشي كبير كتبدا البطوله بدايه متعثره كنصيفطو المدرب نجيبو مدرب ويلا يعني واحد الحلقه مفرغه ديالاش ديال كنجيبو مدرب. كل ميركاتو عندنا 15 ديبار 70 اريفي، وصلنا لدرجة أن في كل فريق في 16 فرق اللي كتلعب معنا في القسم الوطني الأول على الأقل لاعب واحد فيتح من قميص نادي الجيش الملكي. يعني أننا في كل مباراة كنلعبوا مع واحد الفريق كنشوفوا على الأقل واحد ولا جوج ديال اللعابة كنقولوا هذاك اللي حنا راه لعب معنا في نادي الجيش الملكي. نادي الجيش الملكي اللي حاليا كيفاش غادي نوصفوا هذا الوضع؟ كارثة، يمكن راه فتنا الكارثة، فتنا الكارثة منين ما بقيناش كنلعبوا على البوديوم على الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. اخر مشاركه قاريه دازت على 5 سنين، اخر لقب وطني فايتها فيه 9 سنين دابا، يعني ما كنشوفوش حتى شي بوادر ولا حتى نيه ديال التغيير. نادي الجيش الملكي هادشي فقط غير في المستوى الرياضي، الا جينا نشوفوا في المستوى التسيري غنلقاو الطامه الكبرى. كيفاش ان نادي الجيش الملكي كنادي مرجعي ما قدش يواكب التطور ديال كره القدم الوطنيه والدوليه؟ كنشوفوا بان الاداره ديال نادي الجيش الملكي كتعامل مع نادي الجيش الملكي كانه ان كلوب اوردينير،
نادي عادي ما عنده حتى شي مرجعيه ولا تاريخ ولا اي حاجه، في حين انه كاينين نوادي يمكن يلا في بدايه المشوار ديالهم حاليا تلقاو عندهم تسيير محكم، عندهم المام جميع الجوانب ديال المؤسسه الرياضيه. كنلقاو مثلا عندهم ديريكسيون ديال الماركتينغ، عندهم مصلحه ديال التواصل مع الجمهور، كنلقاو مثلا مدير رياضي شيء اللي ما كاينش في نادي الجيش الملكي، مدير تقني اللي حتى شي اللي حتى هو ما كاينش، كنلقاو اللعابه كيتباعوا باثمنه خياليه، في حين ان نادي الجيش الملكي للاسف ما عنده حتى شي حاجه من هاد الجوانب. يعني ان نادي الجيش الملكي ملي كنشوفوا الجيش الملكي دابا يمكن نقارنوه بابسط الانديه ديال القسم الوطني الثاني، لان حتى القسم الثاني يمكن فيه شي انديه اللي عندها واحد السير اللي هو محكم. ونخلي الكلمه الاخ كريم باش يتطور. السلام عليكم. صراحه الاخ وليد تقريبا سرد جميع الا ما قلناش اغلب المشاكل اللي تيعاني منها فريق الجيش الملكي. بالنسبه للمجموعه عندها مطالب تقريبا في السنوات الاخيره كانت هي منها رحيل رموز الفشل، كانت من الجنرال مصمم الكولونيل رشد للناطق الرسمي مفيد للكولونيل الايوبي. بالنسبه للمصمم ورشد المفيد مشاو بقى الكولونيل الايوبي. هاد السيد هذا اللي شاد تقريبا تسير الفريق في مده 4 سنوات الاخيره. صراحه السيد ما عندوش علاقه بكره القدم، السيد جا من كره السله، ربما نجح في الفروع الاخرى بحال كره اليد وكره السله وتلاح بالميدال لكره القدم. كره القدم اللي الغالبيه ديال الناس راه تيعرفوا، تيخصك مدير تقني، تيخصك ناس تيفهموا في الكره ولا ناس لعبوا الكره ولا ناس عندهم ديبلومات في مجال السياد. بالنسبه للسيد نقدر نقول لكم الانجاز الوحيد اللي دار هو صفحه رسميه، صفحه رسميه لفريق الجيش الملكي، واللي غالبيه ديال الانصار ولا الناس ديال الاوطار راهم بلوكين منها لحقاش تيعطيوهم حولو لتما. السيد فايت ليه دار اجتماعات مع مجموعه من الدراري ديال الاوطار تيتشكى من قضيه ديال الموارد الماديه. بالنسبه للموارد الماديه هو اللي رئيس الفريق، هو اللي خصو يمشي يجيب مستشارين ويرجع على الاقل السميه ديال فريق الجيش الملكي كما كانت، حيت السميه راه غنيه عن التعريف وبما بامكانها تجيب اكبر المستشارين اللي كاين في المغرب. راه فرقي السميات ديالهم اقل من السميه ديالنا ولا تيجيبوا مستشارين. السيد كما كتشوفوا راه ما تيحافظش على الجمهور، ما تيحافظ لا على جمهور لا على والو. عنده ناس ديالو خدام معاهم، عندهم وكلاء تيخدموا معاهم بالسميات. راه لقيتي تقريبا في هاد 4 سنوات غالبيه ديال اللاعبين اللي جاوا راه وكيل اعمال واحد اللي جابهم واقع السميه ديالو هي شادي، عندهم علاقه معاه تيخدموا معاه. بالنسبه لشحال من لاعب راه في السنوات الاخيره سينا في فريق الجيش الملكي وما لعبش، ما عرفناش حنا علاش سينيو معاهم. وبهذا حنا كمجموعه اولترا عسكري رجعنا نحملوا الايوبي شخصيا هذا الفشل اللي واقع، خصوصا انه خدا المسؤوليه على الجنرال مصمم ولحد الان باقي ما قدم حتى شي حاجه للفريق. ونتمنوا الرحيل ديالو كمطلب اول، ونتمنوا اللي غيشد الاداره يتعاقد مع مدير تقني اللي عنده سميتو تيبان في كره القدم، وتكون قادي ديك الساعه الفريق كم استراتيجيه اللي تكون واضحه وباينه سواء مع المدرب سواء مع اللاعبين، حيت كل عام تيجيبوا مدرب جديد كيجريو على 10 اللعابه وتيجيب لهم 10 اللعابه. هذاك المدرب كما كتشوفوا راه ما عمره كمل معنا العام، تيجي مدرب في انتقالات الشتويه تيجري على 10 اللعابه وتيجيب 10 اللعابه. راه هذه هي الموارد بعدا الماديه اللي تيتشكى منها السيد، لحقاش هما راه لعاب اخر واقيلا لعاب كنباعو فريق الجيش الملكي هو السعيدي. السعيدي راه كان مشى في صفقه الامارات، كانت اخر صفقه قام بها فريق الجيش الملكي ربما في سنه 2013، ربما في سنه 2013 كانت اخر صفقه. من بعد راه ما عمرنا بعنا شي لعاب، دا غالبيه اللاعبين راه تياخذوا راقيهم بفابور وتيسينيو في فرق اخرين. هاد الفابور هادي راه نحطو تحتنا جوج سطور، حيت لحقاش اللاعب كيفسخ العقد ديالو في الصباح مع الجيش الملكي تيسينو في فرق اخرى بحال بن عارف فسخ في الصباح، سينا في العشيه في الفتح الرباطي، عبد الرحيم الشاكر فسخ في الصباح سينا في فريق في الدار البيضاء، النغمي فسخ في الصباح سينا في واحد الفرقه في اتحاد طنجه. يعني هاد اللاعبين هادو حنا كجمهور الجيش الملكي راه هي الفلوس، هاد الناس هادو اللي تيطلقوا لهم وراقهم فابور، واش فابور ولا ماشي فابور لا علم، تتمناو من الجنرال حرام اللي مؤخرا خدا بلاصه الجنرال حسني بن سليمان
ايش دخل في هادشي مع العلم اننا سمعنا انه هاد السيمانه هادي دار ماتشات مع فرق ديال العسكر اللي كاينين، قالك غايجيبوا لعابه من العسكر اللي طاموج من عند الفرق العسكريه والبطوله العسكريه وداكشي. ما عرفتش انا واش الفريق اصلا استثمر في البطوله العسكريه، واش كان حاط شي ناس كتفهم في كره باش يطلعوا لنا لعابه من تما، ولا غير لقى ان هذا الحل هو السهل كما قلت لكم، راه ناس ما تتفهمش في كره القدم وتتهرب لابسط الحلول، كما سمعنا انه ما غايقومش بانتدابات لانه سمع بلي الانتدابات فيها بزاف ديال الخواض وداكشي، لقى الحل السهل هو انه يوقف الانتدابات. بطبيعه الحال ما حد كاين عندك مدرب هو اللي تيامر، ما عندكش اداره تقنيه اللي كتطلب اللاعبين على حساب الخصاص. بطبيعه الحال ربما داك الحل ديال ايقاف الانتدابات راه مزيان، ولكن الا كنتي كتفهم في الكره راه نورمالمون كيكون عندك خصاص كيخصك انتدابات. وموجه كلمه للسي حمدي عميد فريق الجيش الملكي، واول لاعب واخر لاعب حمل عصبه الابطال الافريقيه من فريق الجيش الملكي. الخبر غادي يسرنا وغادي يسركم وغادي يسر الجميع، هو ان السيمانه الجايه ان شاء الله غادي تكون واحد لا ريونيون ما بين لي زونسيان جوغ ديال لي فار، وغادي نصوبوا لاسوسياسيون دي زونسيان جوغ دي فار، الناس اللي خرجوا لا روتريت، سيتادير الناس اللي باقيين خدامين ما عندهم حتى علاقه بينا وحنا ما عندنا حتى علاقه بهم. هذا من جهه، من جهه اخرى كاين واحد كاين غادي ندخلوا للمسائل التقنيه. اي فريق انا بالنسبه ليا كمحترف، انا حياتي كلها لعبت 20 عام في الجيش ودرب 12 عام يا 32 عام، اي فريق محترف كوم سون رولانديك، اي فريق خصو يكون عنده ان سونتر دو فورماسيون، عندنا ان سونتر اللي ما عندش ديك كلوب بروفيسيونيل الوغ كو ما تنتجولو تنشريو اللعابه، يمكن لينا حنا اون طون كونسيان جوار ما فينا حتى شي واحد اللي هو يعني عنده الخبره باش يخدم، كاينين الناس وما باغينهمش واحد واحد الله جوج. البارح في الماضي القريب ملي كان الريزولتا كان لو كوميتي ديال لي فار وكان كلشي عسكر، ما كاين السيفيل، دابا السيفيل هما اللي تيحكموا على الاحترامات ديال السيفيل، انا سيدي غير يكون ناضي ويجي يقبل. جوج ثلاثه لا يعقل، قال لي كاين واحد لافراز بوغ اتر ميو كو لي زوتر يفو سونتريني بلوس كو لي زوتر الوغ كون اي با اون كونديسيون فيزيك، عيب وعار تسمع لي فار ماشي اون كونديسيون فيزيك، عيب وعار. انا عندي 20 عام تفرجت في الديرني ماتش ديالو مع الفتح، عجبني الحال برومي طون، دوزيام طون ما كانوش، بي جو مسي بوزي دي كيسيون بديت نخرخر او وانا عندي 70 عام يمكن ندير كاس ديال لاتاي وندير نلعب مع هذوك الناس، وانا عندي 68 عام في عمري والله غير نلعب كاس ديال القهوه والله ما يفوتني واحد، والله ديمار علي ما يقبلني دابا في هذا العمر. عيب وعار بالنسبه لفريق الجيش الملكي يكون ما يكونوش اون كونديسيون فيزيك، سي ان باردونابل. الو كاين سونتر دو فورماسيون ما كاينش، لا ديريكسيون تكنيك ما كايناش بحال اللي هضروا على الاخوان، ما يمكنش هذاك الكيطمط راه ثقيله باش غير نجي ولبسها. انا شحال واحد تلبس النمره ديالي قلت غنحرق داك النمره خمسه ما باقيش نلبس والديها انا، انا غير نجي ولبس الكيطمط لي فار، واش لي فار جو في دير دي بيتيز. فرقة لي فار راه من 58 لهنا راه سيتي لوساتور ديال ليكيب ناسيونال، اللي بغا بغا واللي كره كره من 58 حتى لهنا. هاد السنوات الاخيره حنا ما بقيناش متبعين الله اعلم، مي من اللي ساليت انا في 90 كانوا 8 تيمشيو تنترين انا وهذاك ابو عزه اللي مقابل بعض الماتريال وما بغيتش نمشي ليها وعندي 39 عام. لا يعقل ان لي فار يكونوا ماشي اون كونديسيون الوغ كو نو زافون لو ميور سونتر دافريك، يا دي كلوب بروفيسيونيل كي نون با سو سونتر جو فو جور. إذا كاينين دي كلوب أنا درت العالم كله في الكرة كاين دي سونتر أون إسبان أون فرانس أون إيطالي، يا دي زيكيب بروفيسيونيل كي نون با دو كي نون با سو سونتر، يا تو سكي فو دون سو سونتر، يا تو سكي فو وفينا هما الناس اللي غيخدمو. ألو بابا بغيت نجي، إيه ما كاين مشكل خصهم السيفيل يمشيو في حالهم مع كل احترامات السيفيل مرة أخرى.
اللي قادر يزيد ما كانش الله يعاون. بحال اللي قال الاخ اللي عنده الوراق يزيد يقفض ويزيد. فينا لي ريكسيون تكنيك نورمالمون دون نيمبورت كيل ايكيب بروفيسيونيل لو لونترينور ديال لو كلوب il doit se plier sous les directives du directeur technique. On t'a sorti un organigramme de travail, un amourac. Qu'il pleuve ou qu'il vente, d'être chez les fous programmes, t'as tout lié. Mais qu'il y a en tant que directeur technique, je vous sais faire. C'est pas la direction du club, c'est le directeur technique. Et nous avons 1000 directeurs techniques, c'est même un peu chez Diro. Mais comme t'as la tronquera. غير معقول هادشي حرقنا ولكن حنا اوني لوان دي كونت ما تيشاوروك ما تيسقسيو عليك ماشي غير انا هاد الامه ديال 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 سيدي ربي والناس تموت على فرق حنا ما عمرنا لعبنا في شي فرقه اخرى تنعرفو غير الجيش كرهونا فيها بهاد لي موفي ريزولتا حنا بنينا هما تيمحيو عيب وعار اي واحد يجي لفكره مدليفار انا تنقولها اوفيرتومون حرام حرام اي واحد يجي يلبس الكيتما ديال الكيب ديفار الكيب واحد النهار مشيت للسوق ولقيت واحد لابس الكيب ديال الحي التام قلت له ما تلبسش هادي ولدينا طويها وبقى بالصوف ما دير قلت له طويها وديرها في جيبك سا سفون باغتو زمان ملي كنا تنلعبو والله ما تديها كان عزيز شاري على من عبد الله تدوز عندها تقول اوه زوينه هذا بشحال انفوندابل دابا فين ما درتي تلقى الكيب كيما ديكيب ديفا كوا سي كوا ولات بحال بحال الفروق اخرى عاديه وهي راه غير عاديه وخصها ترجع غير عاديه باش بالعمل ونوبتين دي زولتا باغ لو ترافاي سو سون دي جون كي نو ترافاي با كل واحد في الدومين ديالو ما تيخدم حتى واحد الكيتما ديال لي فار عمرها تلبسات من هنا تدير لها كوطا تقطع لبسنا الكوك سبورتيف لبسنا اديداس لبسنا غير الفريح انا صبت لعبت به 9 سنين كنت العب به غير لي ماتش سي بيزار هادشي غريب وغريب جدا يعني وصلت لواحد المستوى بحال شي فرق بلا ما نذكر الاسامي ديالهم حرام سي تو سكو جو فولي فو دير هادشي تيعصب انا شحال هادي ما تعصبت لي ما عصبتوني بصراحه اقسم بالله العلي العظيم وحنا الحمد لله انا غنصوبوا لاسوسياسيون ديالنا وغادي نتلاقاو معكم ان شاء الله فهمتيني باذن الله تعالى وغادي نخطوا لهادشي حيت ما تيقابلوا فرقه غير ولادها اللي عنده اللي عنده بالاستحقاق اللي تيستحق شي حاجه يديها ماشي كلشي يلعب الكره غادي يكون مدرب ماشي كلشي يلعب اما قال لك بو بون دي زيكزومبل il faut les prendre avec plus fort que soi. Monsieur le Bayern de Munich, faire les joueurs de Bayern. Tu es le dernier, tu es le dernier, quoi. Donc, il y a un drazo. Tu es le dernier. 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 Tu es le بغيت حتى واحد فينا، حتى واحد فينا ما فيه نفع. امبوسيبل. لا بدا يكون واحد فينا صالح لشي حاجة. ماشي غير في ميدان التدريب، باقي تنكررها. يخدم في الماركتينغ، يخدم في هذي، راه كاين الناس قارين. راه خرجوا دي ناس دي زانجينيور كلهم لعبوا في لي فار. بوكوا ميت تو الموند دون ميم باني؟ وهذا هو الغلط اللي درنا حنا في اللي داروا في ليكيب دي فار. يميت تو الموند دون ميم باني. واش دي نو؟ راه كاينين ناس متقفين كاين دي ميدسان كاين دي زانجينيور كاين اي فوالا سي تو سكو جوولي فو دير سورتو الشهاده ديال السي حمدي اللي بغى بحرقه كبيره على نادي الجيش الملكي ومن هنا تنطرحوا التساؤل ديال اين الناس اللي عطاو الامجاد ديال هذا النادي من وضعيه النادي حاليا يعني كنشوفوا ان اللعابه القدام والناس اللي داروا لا غلواغ ديال لي فار اللي عطاوها كاع داك الفريق اللي عندها على مر التاريخ مقصيين بواحد الشكل مهول ولا جينا اننا مثلا نعطيوهم الفرصه خاصهم ان كليما سان فين يخدموا خاص الناس هادو نهيئوا لهم واحد الظروف اللي غادي يمكنوهم انهم يعملوا بالتفاني وبالاخلاص اللي عطاو القميص ومازال غادي يعطيو
لنادي الجيش الملكي كمؤسسة. حنا دابا تنهضروا على المركز الرياضي العسكري اللي يمكن من شحال هادي ما نتج شي نجم ولا شي واحد اللي دار شي كارير كبيرة في كرة القدم. كنشوفوا بان كاينين مجموعه ديال الفئات العمريه من الدراري الصغار حتى للسبور. راه شحال من فرقه كاينه تما كيتخسروا عليهم فلوس، وفي غالبيه الاحوال هاد اللاعبين هادو ما تيوصلوش للفريق الاول الا في استثناءات قليله للغايه وما كيكملوش بطبيعه الحال. هاد لي جون هادو تيخسر عليهم النادي اموال طائله وكيمشيو فابور، كيوصل لواحد الوقيته كيقول لي هاك سيدي وراقك سير بحالك. نادي الجيش الملكي اللي ما قدرش يوصل اللعابه ديالو اللي فورماهم الفريق الاول كيمشي كيستقطب لاعبين اموال طائله. هاد اللاعبين اللي كاين يمكن اللي في 3 سنين ما لعبش 90 دقيقه في المجموع، ماشي 90 دقيقه كمباراه ولكن 90 دقيقه كمجموع. عدد الدقائق اللي لعبها كنجيو كنلقاو مثلا على سبيل المثال رضا غران، كنلقاو مثلا طارق مرزوق اللي جبناه كهداف ديال القسم الوطني الثاني. وهنا كنرجعوا عاوتاني لواحد الحلقه ديال الغوكريتمون اللي تنشوفوا الجيش الملكي داز من احسن هداف ديال القسم الوطني الثاني لي بيناسيونو، كنمشي كنجيب لعاب عنده جنسيه مزدوجه مغربيه بلجيكيه مغربيه هولنديه، كيلعب شويه وكيمشي بحالو وشويه الاجانب اللي لحد الساعه مازال قلنا يمكن الاجانب هما اللي تيديروا لا ديفيرونس في البطوله، ولكن عندنا حنا مازال ما داروا حتى شي ديفيرونس. دونك كنلقاو راسنا في الاخير بعلى الاقل لاعب واحد كيواجهنا، لاعب قديم ديالنا كيواجهنا في كل مباراه ضروري كنجلسو بيناتنا في المدرجات. السيد هذا واقيلا لعب في نادي الجيش الملكي هنا رقم هذا شنو كان شنو دوز الله اعلم. والطامه الكبرى هي انه في السي في ديالك كلاعب نسيت في نادي الجيش الملكي ما حققت حتى شي لقب، في حين ان نادي الجيش الملكي كما قال السي حمدي راه لوساتور ديال ليكيب ناسيونال. يعني كنجيو كنمشيو كاع لي زيكيب لي دازو المونديال كنلقاو على الاقل ثلاثه ديال اللاعبين، اقل تقدير ثلاثه ديال اللاعبين سوا ولاد لي فار او مازال تيلعبو فيها لعبو في المونديال. ولكن دابا ما كاينش هادشي كامل. الاداره ديال نادي الجيش الملكي تتعامل معاه كانه نادي عادي. كنشوفوا هاد الانفتاح ديال السنوات الاخيره مع الاداره الجديده سيت ويب راه معطل من هادي شي عام ونص دابا، وقيلا ما عندهمش فلوس باش يديروا ما عندهمش يمكن الموارد باش يجاريو هادشي. باج فيسبوك اوميرتا تيديروا جوج ثلاثه ديال النويطات اللي حتى الناس ديالها يسون انكومبيتون ما عندهم حتى شي غير على الفريق. تخيلوا معايا اننا لاعبين ماتش اوي كلو دايرين لينا جميعا الى الملعب فين غادي نمشي. لاعبين ماتش اوي كلو بوبليكاسيون ديال الصفحه الرسميه ديال نادي الجيش الملكي فيها كلنا الى الملعب. الا ما قدتناش هذه كمثال على الهوايه راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى. ما كاين حتى شي برنامج رياضي حتى شي بروجي سبورتيف. انا كيفاش غادي نقنع مدرب كبير انه يجي يدرب لي نادي الجيش الملكي حيت سميه كبيره خاصها شي حد كبير اللي يقد بها. تمشي وتنجيبو كوتش جاب ثلاثه ديال الانتصارات مع شي فريق مغمور كنقولوا ليه اجي سيدي سوق الباطو ديال نادي الجيش الملكي، لا خصو الدراع الباطو ديال نادي الجيش الملكي، خصو ناس قادين به. دونك كيفاش انا غادي نقنع مدرب كبير ولا لعاب كبير يجيني نادي الجيش الملكي؟ كيفاش غادي نفورمي نادي كبير لاعب كبير وانا ما عنديش اداره تقنيه؟ كيفاش غادي نفورمي فرقه اللي غادي تخدم مثلا على مدى عقد؟ حيت ملي كنجيو نشوفوا ليستوار ديال نادي الجيش الملكي كنلقاو ان نفس النواه غدا مستمره وتتاكل الاخضر واليابس. كتجي تدير على الاقل بطوله في اقل تقدير لكن كرشنا كبيره تنديو دوبلي بلا ما نهضروا على الانجازات بلا ما نهضروا على لي ماتش اللي تيتلعبوا الانترناسيونال الفرقه اللي جات كيتهلاو فيها. دابا ولينا كنقلبوا اننا نعمروا وقتنا بدي ماتش مع حتى كانت الدرك ديال المعموره ولا مع فريق ديال الحرس الملكي، وكان نادي الجيش الملكي نادي في القسم الشرفي. دونك في غياب اداره مسؤوله واداره تتقلد المهام واللي خص يكونوا فيها جوج ديال لي كريتير، اولا اما تكون كتبغي هذا النادي وهذا الحب اللي تتكنوا لهذا النادي هو اللي غادي يسمح لك انك تموتيفا كل صباح وتخرج من داركم وتقول انا غادي نخدم في الفرقه اللي كنبغي وغادي نعطيها كل ما عندي، اولا ما عندك حتى شي علاقه بهذا
بهذا النادي، ولكن عندك الكفاءه الكافيه باش انك تعطي العمل ديالك وانك تخدم فيها. انا ما كنقولش اليوم خذوا من الجمهور، الجمهور تبارك الله راه عندنا جميع المهن في الجمهور ديالنا. كاين ناس اللي عندهم حتى دي ديبلوم في التسيير الرياضي، وناس عندهم دي ديبلوم في التسويق، وناس عندهم علاقات بلي سبونسور. دابا انا كنادي الجيش الملكي بالسميه ديالي غنمشي عند سبونسور ما غيبغينيش، ما كاينينش نتائج وما كاينش تسيير. كيفاش انا كشركه كبيره غادي نحط ليماج ديالي مع ليماج ديال واحد النادي اللي ما تيحقق والو واللي ولا مشهور غير باش الفضائح مال الله؟ نتمنوا ان هذا الخطاب ديالنا يبقى اذان صاغيه، ونتمنوا انه الاداره ديال نادي الجيش الملكي وشخص الجنرال حرام ما تكتفيش فقط بالوعود، وما تكتفيش فقط بواحد التحقيقات وواحد الدراسات اللي ما غادي يعطيو حتى شي نتيجه. حنا بالعكس بغينا خطه، بغينا مشروع على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كيفاش غنحققوا الاقلاع ديال هذا النادي هذا اللي ما يمكنش انني انا نجي نقول لي تنكون فريق؟ لا يعقل ان نادي الجيش الملكي يكون حاليا كيكون فريق. لا، نادي الجيش الملكي خلق للالقاب، خلق من اجل التالق. سي ان كلوب كي ايتي كخي بوغ ليكسيلونس اي بوغ دوني اكزومبل لا غيوسي. لوكوموتيف سي اون لوكوموتيف اكزاكتومون. تذكرت واحد جوج النقاط بغيت نعاود نرجع لهم. كاين واحد القرار تاريخي خداتو اداره فريق الجيش الملكي الفاشله للاسف، هو الاجانب. صراحه الاجانب باش جاو فريق الجيش الملكي كان انا شخصيا كنبقى فيا الحال، ما كنتش باغي واحد، ماشي ضد الاجانب ولكن ضد الطريقه باش جاو بها الاجانب. الاجانب جاو باش بحال قلتي يسكتوا الجمهور ديك الساعه كان كيتشكى من التسيير العشوائي اللي كاين في فريق الجيش الملكي، وما يقولوا راه نمشيو نجيبوا الاجانب زعما باش نسكتوا الجمهور. حقيقة الفريق اللي كاع الالقاب ديالو لحد الان باقي ما الالقاب ديالو جميعا كاع اللي دا الالقاب ديالو داهم بلاعبين مغاربه، الفريق الوحيد واقيلا في العالم اللي دا الالقاب ديالو بلاعبين مغاربه. خداو هاد الناس هاد القرار التاريخي غير هكاك زعما صراحه ماشي حيت احتاجوا الاجانب، خداو غير باش يغطيو على الفشل ديالهم، وللاسف واخا جابوا الاجانب راه الفشل ديالهم بقى باين. الحاجه الثانيه، شحال من مره كان اطار حربنا مع اداره فريق الجيش الملكي كيخرجوا كيتخباو كيقولوا للناس بلي حنا تنحاربوا التسيير العسكري. شخصيا كواحد مشجع وكذا ما عنديش مشكل مع التسيير العسكري، عندي مشكل مع الفاشلين اللي تيسيروا الفريق. وللاسف راه مؤخرا دخلوا مدنيين للفريق اللي ما عرفتش انا شنو الدور ديالهم. الا كان شي مدني غيعطي الفريق الجيش الملكي سواء في التسويق سواء في التدريب سواء في كذا فمرحبا به. الا كان مدني غيدخل يتخبى تما ويشد دي سالير راه شويه زايدين على 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 الانديه الاخرى راه حشومه. حيت لحقاش الفريق دخل مدنيين في هاد الخمس سنوات الاخيره وست سنوات الاخيره غير هكاك، حيت عندهم علاقه بناس في الفريق ماشي باش يقدموا لنا شي حاجه، حيت عندهم علاقه بناس في الفريق وراه معروفين. راه بزاف الناس دازوا، راه بزاف التسميات دازوا، ولا حتى التسميات اللي كاينين في هذا العام هذا راه كاين شي سميات تمايا حنا راه ما عرفناش الدور ديالهم، ما تينفعوا حتى شي حاجه، تيبقاو غير تما تيتخلصوا. شنو الدور ديالهم الله اعلم، بما فيهم شي ناس اللي شادين الصفحه الرسميه، راه داخلين الصفحه الرسميه ضد في جمهور الجيش الملكي وتيحاربوا جمهور الجيش الملكي. وشكرا.